بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. تاني مرة عايزة أعمل معاكم تصميم من تصميماتي المفضلة في اكسسواراتي الشخصية. عملنا قبل كده مع بعض الخاتم اللي هو كان بالخرز، ده كان من مفضلاتي في الاكسسوارات الشخصية بتاعتي. لو انتوا واخدين بالكم التصميم ده انا دايما بحب البسه لانه هو مميز بالنسبة لي. ان شاء الله هنشتغله مع بعض. بصوا انا مش ملمعاه، بس انا هقرب لكم شوية. انا عاملاه من النحاس الخالص، يعني من نحاس الالوان. هنور لكم، ممكن يبان اكتر هنا لو تاخدوا بالكم. انا عاملة تدريجات الالوان اهو بالنحاس الفضي والذهبي والاكسدي معانا اهو. بيتعمل بسهولة بالشكل ده، ان انا بجيب السلك وبلفه، بعمله السوستة اللي احنا عارفينها كلنا، السوستة العادية. على حسب الحجم اللي انا هشتغل بيه هو الحجم اللي هو هيبقى بتاع البريسلت بتاعتي. يعني الحجم ده انا شغالة عليه بقلم زي ده، ممكن ابرة تريكو، ابرة كروشيه، اي حاجة اسطوانية بالمنظر ده، قلم زي كده. انا حابة النهاردة اعمله بشكل اصغر، انفذه معاكم ان شاء الله. دي اول حاجة. تاني حاجة عايزة اعمله من النحاس الالوان، بس في حاجة احنا ما اتكلمناش عليها. طفي اللمبة. في حاجة ما اتكلمناش عليها بخصوص النحاس الالوان. كنا دايما بنتكلم عن اساسيات الالوان لسلك النحاس الذهبي والاكسدي والفضي. في برضو كمان لو سألتوا عند بتاع النحاس هتلاقوا فيه نحاس الوان. ممكن نحاس الالوان ده، يعني انا ده المتاح عندي النهاردة، ما عنديش حتى، عندي من فترة ما بشتغلش بيه كتير. عندي الالوان دي برضو على فكرة ممكن نعمل بيها حاجات صيفي حلوة قوي. هي بتبقى مش مطلية، هي بتبقى واخدة طبقة من البلاستيك زي النحاس بتاع الكهرباء. يعني القطعة اللي في ايدي دي، ده الواير بتاع شغل الكهرباء اهو، بيبقى اوقات غامق واوقات فاتح. في افتح من كده بتبقى ليه درجة لون حلو قوي. ممكن اعمل منه الاشجار ان شاء الله، هنعملها مع بعض. ممكن اعمل منه برضو طقم الاطقم الاكسسوارات العادية زي ما انتم شايفين الالوان. وفي برضو منه تخانات، هتلاقوا فيه منه تخانات كبيرة وتخانات صغيرة، شايفين جمال الالوان. ممكن نعمل نفس التصميم ده بالالوان دي. فاللي انا هعمله دلوقتي طبعا عشان وقت الفيديو ما طولش عليكم الفيديو، الادوات بتاعتنا العادية، الزرادية المبرومة والزرادية الخشنة والقصافة، ومعانا اي حاجة بشكل اسطواني. يعني ممكن تبقى قلم بالحجم اللي انا هعمل بيه الدايرة بتاعتي. يعني انا عايز اعمل الاصغر فهاخد قلم اصغر، وهبتدي اشتغل الوحدات بتاعتي. بدل ما انا عاملة الشغل بالذهبي والالوان العادية التقليدية، هعمل بالالوان دي ونجرب مع بعض ونشوف التصميم هيوصل معانا لايه. انا هعمل السوستة وهبتدي اقطعها حلقات ونشوف هنركبها ازاي مع بعض. بس هستأذنكم ان انا عشان وقت الفيديو هعمل بس السوستة وبعدين نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا السوستة بالشكل ده بالحجم اللي احنا عايزينه. سوستة عادية خالص بتتلف على اي حاجة، وبعدين ببتدي اشتغل بالشكل ده، اقص الوحدات. هي التصميم كله ان انا بشتغل وحدات بالشكل ده، وببتدي اركبها مع بعض. بجيب واحدة، يعني مثلا كده، برضو انتوا بتشتغلوا على السلك الملون ده ياريت نكون حذرين، لان هي اللون بتاعه طبقة من البلاستيك ملونة بتبقى مغطية السلك بالشكل ده.
فلو الزرادية الخشنة قرصتوا عليها شوية ممكن تشيل اللون او تجرحه برضو، فنخلي بالنا. بنقص عادي يعني، الشغل كله هيبقى كده عشان ما طولش وقت الفيديو معاكم. هنعمل السوستة، طبعا مش هنقدر نحدد هنعمل ايه بالظبط اهو، او قصدي هنعمل كمية قد ايه. احنا هنعمل كمية على ما نخلص الطول بتاع البريسلت اللي احنا محتاجينه. هنعمل وحدات، الوحدات عبارة عن ممكن نختار لون من الالوان يبقى هو الاساسي، وابتدي اركب فيه باقي الالوان بان انا بختار دايرة من الدوائر دي وابتدي اركب فيها 3 أو 4 من الالوان بتاعتي على حسب ما انا عايزة كمية الوحدة تبقى كثيفة او قليلة. وكل طبعا شغل بيدي نتيجة، بمعنى برضو عشان تبقوا معايا، انا عاملة هنا اهو، هنا 3 أو 4 هم، ومسكهم باتنين من الناحية دي، يعني انا بمسك 2 بحط فيهم 4 وبعدين 4 بحط فيهم 2 وبعدين كده بالترتيب ده لغاية ما اخلص الطول اللي انا عايزاه اهو. وفي الاخر بنهي بحلقة واحدة اللي انا بركب فيها القفل بتاعي بالشكل ده، حلقة واحدة من هنا وحلقة واحدة من هنا، وبركب القفل بتاعي بالشكل ده وبيديني التصميم الغني الحلو ده بالشكل ده. هعمل جزء واوريه لكم وهيبقى النتيجة بالشكل ده زي الانسيال ده. هعمل جزء وارجع لكم تاني. كده انا عملت الجزء ده زي ما انتم شايفين اهو، عملت القفل بالشكل ده. انا عامله بس تصميم مصغر للشكل ده، انا حبيت اوريه لكم النهارده التصميم ده مع كمان النحاس الالوان، لكن مش هكمل التصميم لان النحاس اللي عندي النهارده التخانه بتاعته صغيره، حتى تلاحظوا ده ان الالوان مش واضحه قوي، لو كان النحاس تخانته اعلى، هو تخانته كده اقل من 1 ملي، لو كانت تخانته اعلى كان هيبقى اللون ظاهر اكتر وهيبقى شكله احلى. فانا مش هكمل، انا بس حبيت ان انا اعمل لكم شكل كروكي بس كده للتصميم بتاعنا النهارده، وفعلا بيدي نتيجه حلوه وفعلا من مفضلاتي اللي بحب البسه دايما ده التخانات الاعلى اهو بالشكل ده. وانا حتى عامله برضو اللفه بتاعت السوسته اصغر، انا كنت حابه ان انا اعمله اصغر شويه وعايزه اشوف النتيجه هتبقى شكلها عامل ازاي. اهم حاجه بس في التصميم، في التصميم ده بالذات، ان انا اقفل الحجر، اقفل الدايره بشكل متقن اكتر، يعني احاول ان انا اظبطها على قد ما اقدر عشان ما يفكش ويبتدي ينزل مني الوحدات دي. التركيب بيبقى بالشكل ده، انا ركبته طبعا الجزء ده وحبيتها هعمل واحده معاكم عشان تبقوا برضو ايه، ما فيش حاجه اتعملت بره الكاميرا كتير، انا كل اللي عملته بره الكاميرا السوسته والتقطيع بتاع الزرادات او الحلقات، واحنا عملناها كتير قوي مع بعض. بركب 4 5 على حسب ما انا عايزه وعلى حسب ما التخانه بتاعت شكلها تبقى حلو، وباجي اللون الاساسي اللي انا عامله منه القفل باخد حلقه واحده وببتدي. طبعا ده مش محتاج ان انا اشتغل بالزراديز عشان كده قلت لكم ان هو تخانته قليله اهو، اقل من 1 ملي، وابتدي اركب بالشكل ده الوحدات الملونه بتاعتي في السلك او الدايره الواحده كده. بركب تركيب عادي خالص بسيط جدا اهو بالشكل ده، بعد ما بخلص الالوان او الوحدات اللي انا عايزة اركبها بجيب واحدة تانية من السلك الاساسي او الدائرة الاساسية اللي انا بركب فيها دي اللون الاساسي، واروح حاطة واحدة تانية بحيث ان انا يبقى الموضوع مستمر واكمل السلسلة بتاعتي. انا دلوقتي تقريبا بعمل سلسلة يدوي بالشكل ده، ممكن نفضل ماشيين الى ما لا نهاية للطول اللي احنا عايزينه، نكمل بيها بريسلت، نكمل بيها عقد، ممكن الوحدة دي تبقى حلق شيك قوي اهي، ممكن تبقى حلق حلو قوي، مش عارفة على الابيض باينة اكتر او على الاسود باينة اكتر اهو، حاول انور لكم اكتر عشان الالوان تبان. بصوا كده الالوان اهي، وفي النتيجة في الاخر هيبقى البريسلت بتاعتي او السلسلة اللي انا بعملها النهاردة هتبقى
بالشكل ده باستخدام الوحدات الحلوة دي كلها في منتهى البساطة، وهتبقى كلها نحاس او سلك مش اكتر، بس استغليت الالوان الحلوة دي ان انا اطلع السلسلة الجميلة دي واعمل منها اي تصميم انا عايزاه. وده كان التصميم بتاع النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم والمعلومة وصلت بشكل بسيط، ما كنش يعني في حاجة مش فاهمينها وانا قصرت فيها. ومتشكرة اول متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده ياريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.